السلام عليكم. إسرائيل هزت الحدود العراقية السورية ليلة يوم أمس بضربات عنيفة للغاية جاءت في الداخل السوري، وهي كانت موجهة بشكل رئيسي تجاه الفصائل المسلحة المقربة من إيران. بشكل رسمي سوريا اعترفت بهذا الهجوم. وكالة الأنباء السورية سانا تحدثت بشكل واضح بأن الهجوم كان إسرائيليا وقد جاء فعلا بالقرب من الحدود العراقية باتجاه دير الزور، بالإضافة إلى ذلك إلى أن وكالة صدى الشرقية ووكالة أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان أكدوا المزيد من التفاصيل من هذه الضربات الإسرائيلية الخطيرة للغاية. وأيضا الأوساط الإسرائيلية مثل جروزلم بوست وإسرائيل ريدار وحتى كان العبرية كلها تحدثت عن طبيعة الضربة وما هي الأهداف التي كانت تهدف إليها إسرائيل من خلال هذه الضربة. كانت هنالك عددا من المقاطع والصور لما جرى، مثل هذا المقطع تقريبا الوحيد مما جاء من هذه الضربات. كان هنالك نارا كما نلاحظ أو استهدافا كانت واضحة بهذا الشكل. هنا نكرر هذا المقطع لكم، ستلاحظ كيف الاستهداف كان بهذا الشكل، وهذه هي الصورة من هذا المقطع الذي رأيناه، ليست واضحة بشكل كبير، ولكن وكالة عين الفرات نشرت هذه الصورة لطبيعة إحدى هذه الضربات الإسرائيلية التي جاءت في الداخل السوري بالقرب من الحدود العراقية. وأيضا هذه نقطة أخرى قد ضربت، وهذه أيضا بعض الشظايا لطبيعة الاستهدافات التي جاءت باتجاه هذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وبشكل عام الذي جرى من خلال كل هذه التقارير وكل هذه التفاصيل بأن الطائرات الإسرائيلية كانت قد استغلت قاعدة التنف التي تتواجد فيها القوات الأمريكية على المثلث الحدودي بين العراق والأردن وكذلك سوريا، وجاءت طبعا الطائرات الإسرائيلية لتتسلل عبر هذه القاعدة وتتجه مباشرة إلى حدود البوكمال، واستهدفت البوكمال في بادئ الأمر وبعد ذلك قامت باستهداف دير الزور. دعونا نذهب الآن إلى البوكمال والنقاط التي قامت هذه الطائرات الإسرائيلية باستهدافها فعلا، وهي هذه منطقة كبيرة شهدت الكثير من الأنباء في الفترة الأخيرة. وطبعا بالنسبة لهذه الاستهدافات هي عبارة عن ثلاث استهدافات كما جاءت من خلال هذه التقارير. واحدة من هذه الاستهدافات هي جاءت باتجاه طبعا قرية الهري، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هنالك بلدة الحميضة السورية والجسر هناك هو الذي كان هدفا، بالإضافة إلى ذلك إلى أن استهدافا جاء تجاه البوابة العسكرية للفصائل المسلحة المقربة من إيران والتي يطلقون أيضا عليها المعبر الإيراني، كانت أيضا هدفا واستهدفت هنا. وهذه المنطقة هي وهذا المعبر سنلاحظ بأنه هنا، هذا هو كله يعتبر المعبر الإيراني الذي تستخدمه الفصائل عادة في عملية إدخال أسلحتها، عناصرها، عناصر الحرس الثوري الإيراني، ما هو قادم من إيران إلى العراق إلى سوريا كله يجد طريقه بهذا الاتجاه. والتفاصيل تحديدا القادمة من الأوساط الإسرائيلية قالت بأن هنالك شحنات للأسلحة، حتى الأوساط السورية تحدثت عن هذه المسألة، شحنات للأسلحة الإيرانية كانت قد دخلت إلى هذا المعبر وفجأة تعرضت إلى ضربات من قبل الجانب الإسرائيلي التي كان والذي كان طبعا يرصد هذه الشحنة وشحنة السلاح، وكذلك كان له أهدافا في النقاط التي استهدفها في البلدات التي تحدثنا حولها. وهذه الضربات التي جاءت طبعا في البوكمال أدت إلى مقتل 6 عناصر من الفصائل المسلحة المقربة من إيران من الجنسيات الغير سورية، لم يحدد طبعا ولم تحدد جنسيات هؤلاء، قد يكونوا عراقيين أيضا، قد يكونوا من الأفغان، قد يكونوا من أي جنسية من هذه الفصائل التي طبعا تعرضوا إلى هذا وهذه الضربات. أما النقطة الثانية التي استهدفت فهي كانت في دير الزور. بعد هذه الاستهدافات جاءت فجأة ضربات دير الزور، وكانت هنالك نقطتين مهمتين هي التي استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي. وإذا ما توقفنا هنا فإن عملية الاستهداف كانت باتجاه حي هرابش الذي ترونه هنا في دير الزور. هذه دير الزور، والمنطقة التي استهدفت هي كانت في المرتفع الذي يأتي مقابلا لحي هرابش والمطل طبعا على دير الزور. في هذه المنطقة هنالك منظومة رادارية والكتيبة الرادارية التابعة لحزب الله اللبناني والتي أيضا يتواجد فيها عناصر من الجيش العربي السوري، هي كانت هدفا لهذا الاستهداف، وطبعا ضربتها الطائرات الإسرائيلية ودمرت هذه الكتيبة الرادارية التي هي مختصة في رصد الجو. طبعا هي تقوم
عمليات رصد أي هجمات جوية ممكن أن تتعرض له هذه المنطقة، ولها أهمية كبيرة للغاية سنتحدث عنها. وأيضا كان هنالك استهدافا لنقطة ولإحدى مخازن الأسلحة الموجودة تقريبا في نفس هذه المنطقة، وهذه الاستهدافات التي جاءت في هذه المنطقة أدت على المستوى الرسمي كما تحدثت وكالة الأنباء السورية إلى جرح عنصرين من الجيش العربي السوري، ولكن مصادر مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان قال بأن الجرحى كانوا 4 بسبب هذه الاستهدافات. ولكن كانت هنالك ردة فعل من الفصائل المسلحة المقربة من إيران، هي لم تقف ساكنة أمام هذه الهجمات والضربات التي جاءت بهذا الشكل، واتخذت قرارا باستهداف نقطة وسطية ما بين البوكمال وما بين دير الزور التي نتحدث عنها الآن. والمنطقة التي استهدفت هي منطقة هجين تحديدا، المنطقة التي تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية هنا شرق نهر الفرات، وطبعا تواجد الفصائل مكثف في هذه المنطقة مع عناصر الجيش العربي السوري. بالنسبة لهم استخدموا الراجمات الصاروخية وكذلك الهاونات والقاذفات من الهاونات كانت قادمة من جانبهم، واستهدفوا عددا من النقاط الخاصة بقوات سوريا الديمقراطية، والأضرار كانت قد نشرها فعلا المرصد السوري لحقوق الإنسان. ستلاحظ الأضرار التي جاءت بهذا الشكل من الضربات وردة فعل هذه الفصائل الإيرانية تجاه طبعا قوات سوريا الديمقراطية في بلدة هجين. وكانت هنالك بعض الأنباء بأن كانت هنالك ردة فعل من قبل أما التحالف الدولي، وبعض التقارير الأخرى قالت بأن ردة الفعل جاءت من قوات سوريا الديمقراطية ردا على هذه الهجمات التي ذكرناها تجاه بلدة هجين، ولكن ليس واضحا ما الذي حدث وما هي نتائج ردة الفعل إن كانت من التحالف الدولي أو إن كانت بشكل مرجح أكبر من قوات سوريا الديمقراطية تجاه مواقع الفصائل المسلحة الموالية لإيران. والولايات المتحدة بشكل عام قبل البدء بهذه الضربات كانت طائراتهم تحلق فوق الأجواء العراقية كما تلاحظون، ونتحدث هنا عن طائرة E-11A كانت تحلق في هذه المنطقة، وكما نلاحظ هنا كانت تراقب منطقة البوكمال والمنطقة الحدودية وما ممكن أن يكون طبعا قادما من المعبر الإيراني الذي تحدثنا عنه. كان هنالك رصدا كبيرا بحسب الفلايت رادار 24 إذا ما ابتعدنا قليلا من هذه الصورة التي لاحظناها لنفس هذه الصورة لنلقي نظرة على طبيعة التسجيل، ستجد فعلا بأننا أمام طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وأيضا بأنها من نوعية E-11A كانت ترصد هذه المنطقة. بشكل عام عملية الاستهداف تأتي أيضا استراتيجية وقد تكون مفيدة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وفيها خطة مسبقة لهجوم قادم بالنسبة للإسرائيليين. فالمنظومة الرادارية تحديدا واستهدافها في دير الزور لها أبعاد كبيرة للغاية. هذه المنظومة الرادارية والكتيبة الرادارية عملها هي عملية الرصد على سبيل المثال عددا من النقاط، واحدة من النقاط هي ترصد الوسط السوري وما ممكن أن يأتي من عملية هجوم من هذه المنطقة تجاه المدن التي تأتي باتجاه حلب. فبالنسبة لإسرائيل عادة معتاد عليها أن تقوم باستخدام قاعدة التنف، تأتي بهذا الشكل من قاعدة التنف وبعدها تقوم بالاستهدافات. بالتالي بعملية استهدافها لهذه المنظومة الرادارية فلن تستطيع سوريا من رؤية شيء، لا هي ولا حزب الله ولا الفصائل المسلحة المقربة من إيران لن تستطيع أخذ إنذار مبكر بأن هنالك طائرات متجهة إلى أهدافهم ومواقعهم لكي يغيروا مواقعهم أو يحتمون أو غيرها. وبالتالي إسرائيل بضربها لهذه المنظومة الرادارية قد يكون وقد يعني بأن إسرائيل تهيئ لهجوم قادم، وهذا الهجوم قد يكون قادما، وخاصة أن المنطقة أصبحت بدون أي رقابة رادارية الآن بعد هذا الاستهداف الذي جاء ليلة يوم أمس. هذا يعني بأنهم سيهدفون والطريق سهل ومعبد بالنسبة لهم لكي يتجهوا إلى حلب تحديدا لكي يستهدفوها، أو حتى حماة أو حتى حمص، هنا كلها مناطق أصبحت مفتوحة يستطيعون استهداف شرق حلب من دون أي مشاكل. طبعا الطائرات الإسرائيلية غير قادرة من تحقيق أي استهداف ناجح من البحر المتوسط تجاه شرق حلب، هي قادرة أن تستهدف شرق حلب بفعالية كبيرة جدا من هذه المنطقة الشرقية، وأيضا كما قلنا ممكن أن يذهبوا إلى حماة وكذلك أن يستهدفوا أيضا حمص، وبالتالي المنطقة أصبحت مفتوحة بالنسبة لهم لكي يحلقوا ذهابا وإيابا بعد ضرب هذه الكتيبة الرادارية. أيضا الكتيبة الرادارية يجب أن ننتبه
بأنها أيضا تقوم بعملية رصد ومراقبة كبيرة للغاية لما هو موجود في شرق نهر الفرات. وبعد ضربها طبعا هذا يعني أن أيضا القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي أصبحت مسيطرة للغاية. الفصائل لم تعد قادرة على عملية رؤية هي وحزب الله اللبناني من رؤية ما هو قادم من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الأجواء أصبحت مكشوفة بالنسبة للفصائل، ممكن أن تتعرض في أي لحظة لأي ضربات تكون فعالة ومن دون أي مخاطر على أي طيران، إن كان للتحالف الدولي أو إن كان حتى للجانب الإسرائيلي يفكر بمثل هذه الضربات. وهذه المنطقة بشكل عام، وهنا ما هو مثير في هذه المسألة، أن هنالك اشتباكات مستمرة بين العشائر العربية من جهة وبين قوات سوريا الديمقراطية، هجمات كل يوم تقريبا كر وفر وعمليات كبيرة للغاية تأتي من العشائر العربية تجاه قوات سوريا الديمقراطية. وبالنسبة للجانب الإيراني والفصائل الإيرانية تسللت في أكثر من مناسبة تجاه مواقع قسد لتشتبك مع قوات سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية قامت بعملية إغلاق المعابر النهرية الموجودة طبعا في نهر الفرات من أجل لا تتسرب هذه الفصائل المسلحة الموالية لإيران لكي تدخل في هذه المعركة ضد قوات سوريا الديمقراطية وتنخرط في هذه المعركة بشكل أكبر. وهي أيضا هذه الضربات تأتي بهذا الشكل المكثف من قبل الجانب الإسرائيلي لأيضا تضع الممر القادم من طهران إلى العراق إلى سوريا، ممر الأسلحة والفصائل المسلحة والحرس الثوري الإيراني أصبح تحت النار الآن من قبل الجانب الإسرائيلي في ظل هذه الاشتباكات التدخل الإيراني والعديد من التفاصيل التي سمعناها حول هذه المنطقة في الأشهر الثلاث الماضية. وبالتالي هذه منطقة خطيرة ومهمة للغاية، وبالتالي بشكل عام بالنسبة لإسرائيل الآن في حالة أن كانت هنالك شحنة من قبل الجانب الإيراني عبر الجو تحاول الوصول إلى حلب ورصدوا بأن هنالك سلاحا قد وصل إلى هذه المنطقة سيأخذون الطريق الذي تحدثنا عنه، وحتى إن كانت هنالك أسلحة قادمة من العراق إلى سوريا فإنها أيضا ضبطت من قبل الجانب الإسرائيلي وبدأ يركز عليها. وهذه من الضربات النادرة للغاية التي تأتي بهذا الشكل الموسع من الجانب الإسرائيلي وفي ظل رقابة أمريكية واضحة من داخل الأراضي العراقية. وهذا الأمر يبدو بأن إيران منتبهة له تماما. هنالك تفاصيل جديدة عن تغيير طريق الأسلحة من قبل الجانب الإيراني تحدثت عنه جريدة الجريدة الكويتية التي أخذت تفاصيلا من أحد المرافقين لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وبعض المصادر الأخرى عن طبيعة تغير توجيه السلاح الذي تريد وعادة ما ترسله إيران عبر العراق. والتغيير يأتي بأن حزب الله اللبناني هو الذي سيلعب الدور في عملية نقل الأسلحة تحديدا، فاتفقوا مع حزب الله اللبناني أن يرسل أسلحته القديمة إلى العشائر العربية التي هي منتمية أو متحالفة مع النظام السوري من أجل أن تستخدم هذه الأسلحة والذخيرة ضد قوات سوريا الديمقراطية، ومقابل هذه الأسلحة ستتحصل على أسلحة موجودة في المناطق التي عبرت من خلالها الأسلحة عبر الجو أو عبر البر من العراق إلى سوريا، أسلحة جديدة إيرانية تتسلم حزب الله اللبناني لكي يستفيد منها، وفي نفس الوقت أيضا لكي يرسل هذه الأسلحة إلى الجانب الروسي من أجل أن يقوم الجانب الروسي باستخدام هذه الأسلحة على أوكرانيا. والجانب الروسي بحسب هذه التفاصيل التي نشرت وافق تماما على استلام هذه الأسلحة من قبل طبعا حزب الله اللبناني بهذا الشكل. وبالتالي تلاحظ بأن إيران لم تعد مضطرة فقط لاستخدام بحر قزوين لإرسال هذه الأسلحة إلى روسيا أو عبر الجو إلى موسكو، لا أبدا، أنت أمام حزب الله اللبناني الذي فجأة هو الذي سيكون نقطة نقل هذا السلاح، تنوع وتوزيع لإنتاج ولإرسال هذه الأسلحة مسألة مهمة بالنسبة لإيران للخلاص من أي عقوبات تفرض عليها في المستقبل، يفتح لها الباب أيضا للوصول إلى اتفاق نووي سريع يوفر لها أموالا مهمة يعيد انتعاشها مرة أخرى في ظل تعدد قطبية تبحث عنه مع روسيا، ولمساعدة أيضا الفصائل المسلحة المقربة من إيران كلما انتعشت إيران سياسيا على الأقل وحتى اقتصاديا، هذا أمر مهم بالنسبة لهذه الفصائل المنتشرة في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام معادلات مثيرة للغاية بدأت تتحول في هذه المنطقة، ولكن الأسئلة كبيرة، ما هو مصير الحدود العراقية السورية وتحديدا البوكمال، وهل نحن دخلنا في فترة مختلفة بالنسبة لهذه الحدود؟